أليس هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أسمع وأجيب وأعطي البعيد والقريب وأرزق العدو والحبيب قريب يغيث اللهفان ويشبع الجوعان ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان قريب عطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح وبابه مفتوح حليم كريم صفوح قريب يدعوه الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار كما دعاه عبده في الغار قريب فرجه في لمحة البصر وغوثه في لفتة النظر المغلوب إذا دعاه انتصر اطلع فستر وعلم فغفر وعبد فشكر قريب جواد مجيد لا ضد له ولا نديد أقرب للعبد من حبل الوريد على كل نفس قائم وشهيد محمود ممدوح حميد قريب دعا المذنبين للمتاب وفتح للمستغفرين الباب ورفع عن أهل الحاجات الحجاب الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر من فيض عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يلهج حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساهم.